بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان عبر قنواتكم المفضلة دائما On Time Sports، وكما عودناكم دائما نحن في قلب الحدث، واليوم هو عالم السيدات، عالم المهارات، وبداية ختام المجمعة الثانية ونهائيات بطولة الجمهورية لعموم السيدات. آخر ثلاث محطات هيبدأوا من اليوم وينتهوا يوم الجمعة القادم بإذن الله لتحديد بطل عمومي السيدات لهذا الموسم. البطولة اللي كانت في شكلها من البداية مختلف تماما عن الموسم الماضي، لأنه أصبح 8 فرق فقط بيلعبوا على البطولة، بيترشح منهم 4 بيلعبوا على المراكز من 1 لـ4، واللي بيتعمل منه دورتين مجمعتين، واللي بيتشارك في الدورتين دول الأهلي و سموحة. النهاردة اللقاء ما بين الاثنين والشمس، والشمس طبعا كان عايز يعمل أو عمل مباراة قوية جدا مع سموحة في آخر اللقاءات اللي انتهت بالتعادل، ولكن النادي الأهلي بيمشي بثبات، عنده 3 نقاط في جميع المباريات إلى الآن وبالعلامة الكاملة إلى الآن، ويتصدر البطولة بقوة وفعالية في عالم السيدات. لقاء اليوم زي ما قلت لحضراتكم هيبقى في المجمعة الثانية. النادي الأهلي لعب 3 لقاءات، فاز في 3 لقاءات، عنده من الأهداف 83 هدف عليه 63 هدف، بالإيجاب عنده 20 هدف، من النقاط 9 نقاط، وكان جايب 6 نقاط اعتبارية لأنه فاز على الـ3 فرق اللي معاه. يعني في الذهاب والعودة لتحديد البطل بياخد نقطة، طالما فاز بياخد نقطة، وبالتالي هو فاز في الـ3 لقاءات مع سواء على الشمس او على سموحة او على الزمالك، فعنده 6 نقاط اعتبارية كان جاي بيهم للمجمعة الاولى اللي حسمها لصالحه الى الان بـ15 نقطة كاملة بعد الـ6 نقاط الاعتبارية، وبالتالي النادي الاهلي بيتصدر البطولة بارتياحية تماما ويسير بثبات لحصد بطولة هذا الموسم. اللي بيجي في المركز الثاني الشمس عنده 7 نقاط، سموحة وهو اليوم اللي بيلعب النادي الاهلي عنده 6 نقاط، واخر مباراة كانت ما بين الشمس زي ما قلت لحضراتكم وسموحة وانتهت بالتعادل في الوقت الاصلي، واتلعب رميات جزائية وفاز الشمس بالرميات الجزائية وسموحة خد نقطة. بيقود نادي سموحة المدرب الطموح اللي قدام حضراتكم كابتن معتز مصطفى، يرأس الجهاز وليد المرسي مع كابتن سامح محمد علي وعصام دوما وكابتن ريهام الإدارية النشطة، وكانت اللاعبة السابقة لسموحة، ودكتورة ميرنا محمد للعلاج، وطارق رحاب لمحلل الأداء. أما النادي الأهلي اللي النهاردة بيقوده زولا محمد عادل المدير الفني، وبيساعده أشرف عواض، ومعاه غادة حسام مدربة الحراس، وصلاح الدين حارس مدربة عام، وصلاح الدين هو مدرب الحراس، وروض عيد علاج الطبيعي، وكابتن محمد سليمان الدينامو والتحليل للنادي الاهلي، وطبعا يرأس الجهاز كابتن ياسر لبيب التاريخ الكبير. اول الكرات لسموحة على شمالنا بالازرق، النادي الاهلي على يميننا. اول الكرات تمرير الخط الخلفي لسموحة، عايزة تلعب الكرة على الدائرة لكن تاخد رمية حرة، بيديها هشام باسم حكام لقاء اليوم، هشام باسم وعلي كامل، وعلى الميقاتي والمسجل عمرو عبد الجواد واحمد انور. مره ثانيه يراقب المباراه كابتن محمد رمضان الحكم السابق والتاريخ الكبير، عايزه تعدي الكوره لكن تاخد من رانيا حره. نصر عيد شار التحذير بلعب السلبي من حكمي اللقاء، تلعب الكوره صانعه الالعاب عايزه تعدي لكن شوت الكوره من بعيد بره، تخرج تلعب الكرة على طول للنادي الاهلي، بتجري دونجا وعايز تلعب الكرة على ده لكن تقطع لسموحة اللي بيعمل هجوم خط سموحة من اليمين، تلعب الكرة في ثنائية وتاخد رمية جزائية، وتاخد رمية جزائية مع دونجا كاميرا، عدي كويس قوي في الكرة اللي فاتت لو جت في العادة حبيبة بيبو، هتشوط رمية جزائية لوجاين لوجي، وتحرز اول الاهداف لسموحة لوجي
واحد لا شيء لصالح سموحه. من اللعبات المميزات لعبت مع 2004 لوجي، حصلت على بطوله افريقيا مواليد 2002 و2004. تمرير خط خلفي مره ثانيه، كاميرا ترجع بالكوره حلوه قوي، لعبت الكوره كويسه قوي وتحرز اول الاهداف من على الدايره. استلمت الكوره حلوه قوي، شقه استلمها حلوه 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 وتلعبها حلوه قوي من على الدايره رائعه، هايل استلمتها كويس قوي وتحرز الهدف. الشاورمي مره ثانيه، تمرير خط خلفي، تلعب الكرة تطلع من على الجناح وتشوط الكرة من بعيد لكن بره، بيعملوا جملة تكتيكية لعيبات سموحة لكن تخرج بره. تروح مرة تانية النادي الأهلي عامل ازاي، يعمل سرعة عالية، تلعب الكرة حلوة قوي بالباك للباك لدونجو لكن تستلم الكرة خلاص تقف السرعة، تطلع كده تسد معاها الكرة شاهد الشواربي وتنزل مرة تانية على الدايرة عشان تعمل دورها الهجومي. تمرير رانا راضي صانعة الألعاب، تطلع من على الدايرة شهد، تلعب الكورة دفاع 3 2 1 لغاية ال 11 متر كده عشان مفاتيح التصويب، ونجح الدفاع إلى الآن في عدم التصويب على المرمى في خلال الدقيقتين و20 ثانية اللي اتلعبوا. شهد دونجو تلعب الكورة ترجع مرة ثانية، تقاطع الخط الخلفي، تستلم الكورة حلوة قوي لكن تاخد رمية حرة، تاخد رمية حرة. قلت لحضراتكم بيقابلوا من بعيد لاعبي سموحة عشان ما حدش يشوط على المرمى. في أول ما بدأ الشكل الدفاعي واضح جدا مع وجود حارسة مميزة جدا، موني طبعا عاملة مشوار كبير قوي قوي مع سموحة. تمرير تاخد رمية حرة مرة تانية، رمية حرة واحد واحد، دونجو عايزه تعدي تلعب الكره على الدايره لكن مراقبين شاهد الشواربي وتشوط الكره حلوه، استلمت الكره حلوه قوي الشواربي وترجع تعمل تغطيه دفاعيه رائعه، يعني عملت هدف ورجعت غطت على الكره كويس قوي شاهد الشواربي، استلمت الكره حلوه. لو جت الكره في العاده تبين اجاده لاعبه الدايره تحت الضغط الدفاعي، استلمت الكره كويس قوي شاهد الشواربي مواليد 2000 شاركت مع منتخب الشابات مواليد 2000. شاهد تروح الكره سهله، تلعب الكره حلوه قوي في الجناح رائعه وتستلم الكره امينه، استلمت الكره بصعوبه في الكره اللي فاتت دي من فرح الشاذلي. مره ثانيه رنا راضي صانعه العاب، دونجو كاميرا خط خلفي، تطلع شاد من على الدايره ترجع مره تانية عايزه تعدي لكن تستلم الكره حلوه قوي، تعمل معاها رميه حره، الكره اللي فاتت استلمتها كويس قوي امينه. مره تانية دونجو كاميرا عايزه تعدي حلوه قوي رنا راضي لكن قطعت الكوره وتجري لوحدها خالص خالص انفراد وتعدي حلوه قوي. والكره تيجي في العارضه وتلعب على طول فروحه الكره في الجناح اليمين لامينة عاطف. بص الكره بقى من هدف ليك لهدف عليك، الكره تتنقل ايه من هجمه لانفراد تام بالمرمى تتنقل للاعبات النادي الاهلي. ادي الكره عدت كويس قوي، عملت مهاره حلوه الزوز هنا لكن الكرة تيجي في العارضة. 3-1 لصالح لاعبات النادي الاهلي. تمرير خط خلفي مرة تانية، ينجي تطلع من على الجناح عايزة تشوط الكرة حلوة وتشوط الكرة حلوة قوي وتحرز الهدف لوجي
من الخط الخلفي الفعاليه الى الان لوجي 3-2. تلعب الكره للشواردي على الدايره لكن تعمل معاه رميه حره بتغطي كويس قوي في الكره اللي فاتت. انجي حسن بيضغطي كويس قوي في الكره اللي فاتت مع السرعه. مره ثانيه تمرير دونجو تروح الكره وتستلمها على مرتين وتحرز الهدف. استلمت الكره حلوه قوي وتحرز الهدف لصالح النادي الاهلي. بص حضراتكم ادي الكوره ايه كانت صعبه في البدايه برضو مسكتها وكملت هي روان سعيد. روان سعيد مواليد 2003 لعبت مع منتخب مصر للسيدات ولعبت طبعا مع منتخب الشابات. روان لعبة مميزة. خط خلفي مرة تانية عايزة تعدي بيبو تلعب الكرة في الجناح 4-2. عايزة تشوط الكرة من بعيد حلوة بتشوط الكرة قوية قوي بتلعب الكرة لوجي على شمال فرح الشاذلي وتحرز الهدف. سلامات وقع على الارض هنشوف مين الكره اللي فاتت شاططها قوي قوي من الخط الخلفي 9 متر تقريبا لو جت الكره في الاعاده ان شاء الله تقوم سليمه باذن الله. ادي الكره ادي لوجي مين بيقابلها شاهد الشواربي هي اللي واقعه على الارض في الكره اللي فاتت هي داخل كملت شاطت الكره قويه شاهدت طلعت تقابلها قامت سلامات شاد يهمنا طبعا سلامه كل اللاعبات في الملعب صاله النادي الاهلي اللي بتحتضن المجمعه الثانيه وتحديد بطل عمومي السيدات. سلامات شاد الشواربي 4-3 لصالح النادي الاهلي. 5 دقائق من احداث الشوط الاول سهرة رمضانية مع كرة اليد المصرية في عالم السيدات ونهائي عمومي السيدات. رنا راضي تلعب من بعيد. رنا راضي ده معادي رنا راضي بتروح كويس قوي رنا راضي وتلعب الكرة على شمال موني. لو جت الكرة في الهدف حلوة قوي حلو الكادر ده قوي. رمية حرة هنشوف الحكم بيقول لنصرة رامية حرة. زولا بيتكلم من بره محمد عادل مع اللاعبات. مرة تانية تمرير رامية حرة. رامية حرة بيلعبوا على الخطأ الهجومي للاعبات سموحة عشان رغم انهم فاول مهاجم. بيبو عايز يلعب الكورة لكن تاخد رامية حرة حبت تعدي من هنا حبيبة. تمريرتين شرط تحذير باللعب السلبي لازم تعدي تشوف لازم تعدي تشوف خلاص لعب سلبي دي التمريره الزياده وتتنقل الكوره. دونجو كامارا يجري النادي الاهلي. رنا راضي عايزه تعدي توقف قدامها تلعب الكوره في الجهه العكسيه حلوه قوي لامينه اللي بتستلم الكوره حلوه قوي امينه كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر للسيدات استلمت الكوره حلوه قوي وتحرز الهدف. البدايه لامينه دوليا بعد عوده نشاط ولعب عالم السيدات في البطولات الافريقيه لما حصلت في بوركينا فاسو على المركز السادس. امينه بدايه ليها كانت بتلعب في السن الاعلى كانت مواليد 95 كان المنتخب في الوقت ده بيلعب اكبر منه لاعب اكبر منه بسنين. رميه حره تعمل تغطيه دفاعيه كويسه قوي هنا ليلى. رميه حره انجي عايزة تعدي انجي لكن تتصدى ليها كويس قوي تاخد رمية حرة مرة تانية. تجهيز في الخط الخلفي تلعب الكرة عند انجي عايزة تعدي يشوط الكرة ولكن تتصدى فرح وعلى الارض. سلامات وعلى الارض هنشوف مين من لاعبات النادي الاهلي. ادي الكوره في الاعاده
روان سعيد هي اللي بتتألم في الكرة اللي فاتت. روان سعيد إن شاء الله سلامات روان. لازلها محمد عادل يطمن عليها. بشكل عام في عالم السيدات إلى الآن بقول لحضراتكم إنه الترتيب في المجمعة الأولى بعد ختام المرحلة الأولى نادي الأهلي في الصدارة ب 15 نقطة، فاز فيه 3 لقاءات. سلامات روان سلامات. في نفس الوقت في مجموعة تانية من الثمان فرق بتنافس على فرقتين هيروحوا يلعبوا في الدوري الممتاز ب سبورتنج الطيران البنك الاهلي 6 اكتوبر، واللي في الصداره الى الان سبورتنج ب 12 نقطه، ثم الطيران ب 11 نقطه، والبنك الاهلي بخمس نقاط و6 اكتوبر بنقطتين. فرقتين هيغادروا افضل 8 فرق هيلعبوا الموسم القادم في الممتاز. مره ثانيه تمرير خط خلفي عايزه تعدي تعدي حلوه قوي دونجو، لكن تتصدى تتصدى في اول الكرات بقى هنا بفعليه بقول لحضراتكم امينه خالد موني. انتقلت من النادي الاهلي لنادي سموحه. هذا من اللاعبات المؤثره اثرت معاهم في مشوارهم ومع الطموح الكبير قوي للاعبات سموحه هذا الموسم وعودتهم للاربعه الكبار. والعارضه في الانتظار تلعب الكوره، شاطت الكرة قوية ولكن بتروح معاها موني وتيجي الكرة في العارضة. هتغير تمرير خط خلفي عايزة تعدي حبيبة تلعب الكرة من بعيد. فرح الشاذلي بتعمل جراند كار كده في التصوير وبدات بقى تدخل في المباراه. فرح في الزاويه الارضيه وتشيل الكره حلوه قوي. بدايتها كانت مع نادي الشمس. فرح الشاذلي انتقلت هذا الموسم للنادي الاهلي. فرح احدى اللاعبات اللي تميزت في بطوله افريقيا للشباب مواليد 2000 في السن ده، ولعبت بطوله العالم وكانت من افضل 8 حراس في العالم. تمرير خط خلفي دونجو عايزه تعدي تلعب الكرة الرانا راضي من السماء موني تتصدى للكرة حلوة قوي بتروح حلوة قوي. أمينة خالد تتصدى للكرة كويس قوي حصلت على الثالث أفريقيا. أمينة خالد مع جيل 96 وتصد هي الأخرى. فرح يا ولد الحارستان مميزتان بكورتين مهمتين جدا. أوه لكن المرة دي تستلم الكرة حلوة قوي نصر عيد وتحرز الهدف. مرة تانية تلعب الكرة حلوة في الجناح اليمين لسموحة اللي بتحرز الهدف من الجناح اليمين. رزان جمال مواليد 2004 رزان استلمت الكرة حلوة قوي وتحرز الهدف. 7-4 ليلى على الدايرة دونجو تلعب الكرة ترجع مرة تانية عايزة تعدي كاميرا رنا راضي قافلين المساحات تستلم الكرة حلوة قوي دونجو كاميرا عايزة تعدي لكن تاخد رمية حرة. عملت خداع كده انها هتشوط الكرة وقفت بالكرة بعد ما خدت قرار التصويب. رنا راضي دونجو كاميرا تلعب الكرة حلوة قوي ليلى على الدايرة هايلة تستلم الكرة حلوة قوي ليلى من على الدايرة وتحرز الهدف. استلام رائع لليلى ثبات وتوازن حلو قوي. ليلى شاركت مع منتخب الشباب وشاركت مع منتخب السيدات. الكرة من باك للباك ورمية جزائية ورمية جزائية تستلم الكرة حلوة قوي. انجي رائعة انجي لاعبة مميزة في الباك اليمين جوكر انجي تلعب على مستوى الخط الخلفي كله وتاخد رمية جزائية. هذه الكرة سلامتها حلوة قوي من حبيبة الباك العكسي حلوة قوي حلوة قوي. هتشوط الرمية الجزائية لوشي هي اللي هتشوط الرمية الجزائية معايا تهاوش وتحرز الكرة على مين منا
تحرز الهدف. قلت لحضراتكم لاعبه مميزه جدا لوشا. 8-5. في اصابات مؤثره عند سموحه، غصون صاني مش موجوده طبعا، سلامات وسما وصبا من اللاعبات المؤثره. مره ثانيه رنا راضي تلعب الكره بجمله تكتيكيه، تلعب الكره اسراع عند امينه وبوني، ولكن رميه جزائيه. ايقاف دقيقتين، ايقاف معقد دقيقتين، هنشوف مين اللي هتاخده. ادى ايقاف مؤقت دقيقتين في الكره اللي فاتت لامنيه مجدي لكاتيا اللي خدت الايقاف. الدقيقتين من الجناح. 8-5. رنا راضي هتلعب الرميه الجزائيه. اللي قاعد على الكرسي لوحدها دي خدت دقيقتين. رنا مباراه فرديه وتحرز الهدف. رنا راضي على مين؟ موني. تحرز الهدف. 9-5. تتقدم للاعبات النادي الاهلي 9-5 بفارق 4 أهداف. آخر لقاءات الفرقتين في المجمعة الأولى انتهى لصالح النادي الأهلي. 30-15. تمرير خط خلفي. ترجع بالكورة مرة تانية، عايزة تعدي انجي حبيبة لانجي اللي عايزة تمر. قافلين على لوجي طبعا في نقص عددي، عايزين حلول فرديه، ولكن لا توجد حلول فرديه مع الدفاعات القويه للاعبات النادي الاهلي. قافلين المساحات، قافلين التصويبات. امينه اشاره تحذير باللعب السلبي، تلعب الكره. قلت لحضراتكم الحلول الفرديه للاعبه عندها مهاره فرديه. لوجي تلعب الكره بثبات حلوه قوي، تروح الكرة حلوة يا ولد. لو جات الكرة في العادة اهو، ده الريفلكس الغالي فوق العادة. شوف الكرة منعت الخطورة، حلوة قوي. هذه الكرة بتروح لوحدها انفراد تماما يا ولد، يا ولد موني يا ولد، طالعة كده لغاية 4 متر، قافلة تماما المساحة، قافلة تماما المساحة. بتعمل كده النجمة قدام أمينة هشام وتتصدى لانفراد تام. 9-6. مرة تانية عايزة تعدي يا ولد انجي. فرح الشاذلي تتصدى لانفراد في المعد. هي الأخرى عايزة تعدي أمينة، لكن تقف قدامها كويس قوي حبيبة وتقطع منها الكورة وتعمل معاها فاول تكتيكي. بيبو فاول تكتيكي بتمنع الهجمة. اكتمل سموح. تمرين خط خلف. رنا راضي غير معتز، مدرب طموح جدا مع سموحه هذا الموسم، غير الطريقه الدفاعيه. بدل ما كان بيلعب 3-2-1 بقى بيلعب نفس الدفاع، ولكن يقابل الدايره ويقابل الخط الخلفي. يعني عايز مجهود ضخم جدا من اللاعبات عشان يبقى مخزون الطاقه موجود دايما لمقابله الخط الخلفي والتصوير. دونجو كمان اهو طالعه لبره لوجي، بتاخد اللي جاي من وراها لاسراء. رنا راضي عايزه تاخد مساحه، ولكن الدفاع مش عامل راحه. ترجع مره ثانيه اسراء. فاول مهاجم. تروح مره ثانيه لسموح اللي يعمل هجوم خاطف وتروح في انفراد. الشاذلي في المعاد مع الانفراد، بتشيل انفراد تام تام تام. اهو بص هنا الكرة، خدت الكرة لوحدها خالص نادين. نادين القرش خدت الكرة لوحدها خالص، لكن انفراد ايه؟ هايلة فرح، هايلة نادين لعيبة مميزة، ولكن فرح هي الأخرى بتقفل الزاوية كويس قوي، بتقفل الزاوية كويس قوي. حارس منتخب مصر للسيدات والناشئات عملت مشوار كبير دولي في طريقها إلى الآن. عالم السيدات اصبح عالم مهارات وعالم منافسات، عندنا منتخبات الناشئات والشابات ما شاء الله، وبطولات العالم وسابق العالم مع كابتن فرغاني، واول افريقيا للسيدات للناشئات والشابات. حاجات مهمه جدا، خطوات مهمه جدا. في لقاءات جامعه التشيك منتخب كبير لعب مع ال 2004 وال 2002 وعملوا مباريات بنات المحروس رائعه. 2006 عملوا ماتشات رائعه هما، و2002 2 ومنتخب مصر طبعا للسيدات اللي كل ده بقى
بيجمع، يبقى عندنا منتخب قوي ان شاء الله في الايام القادمه على المنافسات القويه. تاخد رميه حره، رميه حره مره تانية، تمرير انجي تلعب الكره عند حبيبه صانعه الالعاب، عايزه تعدي تقطع منها الكره حلوه قوي 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 نصره، وتروح الكوره وتلعب الكره بره. امين، كان المرمى خالي خالص، تطلع بره. هنا زولا بيقول لها عادي خلاص ترجع طبعا، لانه مش ممكن هي تبقى عايز تلعب الكره كده. حبيبه انجي مره تانية، عايزه تعدي لكن قافلين عليها المساعد، وتروح الكره بره، تروح للشاذلي اللي تلعب الكره على طول. تمرير خط خلفي، رحمه صانعه الالعاب هي اللي خدت المسؤوليه دلوقتي في الهجوم. رحمه تاخد الكوره وتعدي تلعب الكوره على الدائره، لكن تاخد رميه حره، عمل تغطيه دفاعيه لوجي في الكوره اللي فاتت، هي والزوز الاثنين مع بعض قفلوا على التمرير. مره تانية، بص حضراتكم سموحه لاعباته الباكين واقفين قدامهم باكين، تروح الكوره في الجناح لامينه، ولكن تطلع الكوره بره. 9-6، سموحه بيلعب بطريقه دفاعيه مختلفه تماما عن اللي قبل بيها النادي الاهلي في الثلاث لقاءات اللي لعب. مره تانية، يا ولد على التمريره دي، يا ولد على التمريره دي، حلوه قوي لو جت الكره في العاده من بيبو، تمريره حلوه جدا استلمتها الزوز كويس. ادي حبيبه خدت الكره، بص بقى الدفاعات في وسط الدفاعات، لعبت الكره فوق، الثانيه مستنيه الكره ملقطه على الدايره، الزوز تلعب الكره لوجي وتقلص الفارق ل 9-7، فرق هدفين 9-7. لوجي لعبت الكره حلوه قوي، لوجاين اسامه مواليد 2004، حصلت على بطوله افريقيا مع الناشئات ومع الشابات، لعبت مع منتخب 2004 وتصعدت، لعبت مع منتخب 2002، وفي المرتين حصلت على بطوله افريقيا وشاركت في بطوله العالم ل 2004 و2002. مره ثانيه تمرير، عايزه تعدي، حلوه يا ولد يا ولد، عملت خداع حلو قوي لكن شاط الكره بره. رحمه ترجع مره ثانيه لسموحه، الموج الازرق عايزه تعدي، تلعب الكره حلوه قوي لكن تروح الكره كده دربكه ما بين الاثنين ما بين رحمه، وترجع مره ثانيه عند رحمه، كانت عايزه تاخد الكره من قدامها رزان، وبياخد الوقت المستقطع محمد عادل عشان يدي التعليمات. زولا هو واشرف عواض هنتابع مع بعض هيقول ايه للاعبات النادي الاهلي. 9-7 لصالح النادي الاهلي. بيلعب 7-6، همه كله ان هو بيعمل حجز عند ليلى بالذات عشان يا اما تروح هي يا اما تركب يمنع الحجز وحط ايديكوا في الكوره، بلاش تروح على الفاضي. عايز اقفل الشوط ده كويس، فاضل 9 دقايق، ناس تركز دفاعه في الهجوم. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه محمد عادل في الكرة اللي فاتت. واضح جدا ان الاثنين المدربين قالوا حاجة عكس بعض، المعتز قال الدفاع عندنا كويس وهو ده اللي خلينا مكملين لغاية دلوقتي، عايز ابعد في الهجوم عن نص الملعب. يعني نص الملعب؟ يعني الجزء ده التلاتة دول ما بين العرضتين، هو مش عايز يبقى عنده تصويب واختراقات في الحتة دي، وعايز يلعب ما بين الجناح والباك سواء شمال او يمين. عادل عايز موضوع تاني خالص، عايز يجري اسرع من كده على الدفاع، وفي نفس الوقت يبقى بيتحكم في الكوره، انه بيقول لهم انتوا بيلعبوا على الكوره زياده، عايز يفك الحجز اللي بيتم على ليلى، في نفس الوقت يعمل الزياده الهجوميه. نتابع مع بعض مين اللي هيبقى الافضل. طالعين لبره دفاعات سموحه،
قافلين رانا راضي من بعيد. هدف جديد دم عادي رانا راضي. بص الليب بقى شاطت الكوره اهو عملت المطلوب منها في الوقت المستقطع. فكت دفاعات سموحه بالتصويب من بعيد. دايما بنقول الخط الخلفي بيبقى عنده حلول. الحلول التصويب القوي بالشكل المعقول. المعقول يعني ايه؟ يعني اللي يجيب ايجابيه على المرمى. تمرير خط خلفي عايزه تعدي ترجع بالكره مره تانية. قافلين دفاع الاهلي. فاول المهاجم بتنقل رحمه تلعب الكره عند اسراء. اسراء اسراء تعدي تشوت لك انت خدراني حره وقفت قدامها كويس قوي في الكره اللي فاتت منعتها من التصويب. ادي الكره وقفت قدامها كويس قوي. عدم الاختراق عدم التصويب الفعاليه دي بتبقى مهمه مهمه مهمه. قفلت قدامها خالص المساحات. نور عصام مرة تانية تمرير خط خلفي رنا راضي تلعب الكرة في الجناح من الجناح للجناح تستلم الكرة ولكن تبقى رامي الجانب لصالح سموحة. موني تلعب الكرة على طول. نور تمرير نور 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 تلعب الكرة حلوة قوي عند انج حسن اللي عايزة تعدي. نور نور تلعب الكرة من ورا ظهرها كده لكن القرش عايزة تعدي لكن تاخد رمية حرة قرش. كانت عايزه تعدي في الكره اللي فاتت كده وتشوط الكره لكن قفلوا عليها. مره تانية تمرير نادين نور تلعب الكره ما عند حبيبه لكن تطلع ليلى تعمل معاه رميه حره. نور تمرير الخط الخلفي تلعب الكرة عند انجي اللي بتحاول تعدي. انجي عندها قوة في الاختراقات. شارة تحذير بلعب السلبي من حكمي اللقاء. انجي عايزة تعدي مع نصرة وتشوت الكرة لكن تاخد رمية حرة. بتعمل حلول فردية انجي في الكرة اللي فاتت ممكن تبقى فيها ايجابية طبعا طبعا. مرة تانية الزوز تلعب الكرة النور. نور عايزة تعدي من عند ليلى لكن ليلى تعمل معاها رمية حرة. تغطية دفاعية حلوة قوي. تغطية دفاعية حلوة. إيقاف معقد دقيقتين بتاخده أمينة. أمينة عاطف تاخد إيقاف معقد دقيقتين كده ما بقاش فيه لعب سلبي. يتجدد الهجوم مرة تانية لسموحة. 10-7 تمرير إنجي نور تلعب الكرة حلوة قوي لإنجي اللي تسيب الكرة في الجناح ترجع لإنجي. نور عصام تمرير بتسحب لها الملعب عشان تعمل خلخلة دفاعية. هو نور غيرت الأمور. نور بتحرز الهدف على يمين فرح الشاذلي. عملت الكرة حلوة قوي هنا مظهرة فردية من نور. حلول دي دي حلول دي حلول لصانعة الألعاب. وجدت الحلول بالطريقة دي. كانش عندها حلول تانية. كان لسه هيبقى فيه لعب سلبي عليهم عملت كده على طول. مرة تانية تمرير رحمة اسراء رحمة رانا راضي تطلع من على 9 متر تشوط لكن المرة دي تتصدى ليها موني كويس قوي وتروح هجوم خاطف لسموحة اللي بتجري لوحدها خالص. الزوز عايزة تعدي تلعب الكرة لكن حلوة. اسراء اسراء بتعمل تغطية دفاعية كويسة قوي. اسراء ادي التصويبة لموني لرانا راضي لكن موني عامله مباراه رائعه الحارسه. 10-8 لصالح النادي الاهلي. مره ثانيه نور تجاز كويس قوي لانجي اللي عايز يلعب الكره على الدايره وتاخد رنه جزائيه في جمله تكتيكيه. لوجي لعبه الكره حلوه قوي على الدايره اللي استلمتها كويس قوي شاب حسام وتاخد رميه جزائيه. لاعبة مميزة على مستوى الدايرة شهد لعبت مع منتخب الشابات مواليد 2002 حصلت معهم على بطولة أفريقيا للناشئات شاركت مع منتخب الناشئات في بطولة العالم ومع منتخب السيدات. استلمت الكرة كويس قوي وتاخد رمية جزائية. هتشوت الكرة لوجي
مباراة فردية وتيجي الكرة في القائم، يا كرة قوية قوي على القائم لمنا اللي خدت الرمية الجزائية في الكرة اللي فاتت كل الملعب بما في ذلك معتز طبعا. ايوه طبعا كرة قوية قوي، كرة قوية قوي من لوجي، عاملة مباراة كبيرة لوجي. رحمة تمرير خط خلفي، ليلى تطلع من على الدايرة تسيب الكرة مرة ثانية، رحمة اللي عايز تلعب الكرة للدونجو، لا 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 موني بيشيل انفراد تم دونجو كمان مرة ثانية تلعب الكرة يا ولد وتلعب الكرة هنا حلوة قوي. هنا بقى نادين هدف سليم، تاخد الكرة بالجناح الشمال نادين القرش، ادي الكرة لدونجو كمان، ولكن الحكاية هنا السبب هنا عند الحارسة تلعب الكرة بهدوء الأداء يعني. هي طلعلها فرح الشاذلي قلصت الفارق لهدف 10-9. رحمة دونجو خط خلفي مرة تانية عايزة تعدي وتلعب الكرة حلوة قوي، رحمة بتلعب الكرة حلوة. هنا بقى المهارة الفردية يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، بتهوش كده انها تلعب الكرة من ورا ده، العرضة للمرة الثانية من لوجي وتتنقل الكرة لنصرة اللي عايز تلعب الكرة لكنها تخرج تبقى رامي الجانب معتز بالله على مهلك وبياخد الوقت المستقطع معتز عشان يدي التعليمات للاعبات سموحة بعد ما الكرة جات له بره كده ولقى السرعة تعلى والفرقة يعلى فبياخد الوقت المستقطع. تابع مع بعض معتز هيقول ايه للاعباته وزولا هيقول ايه للاعبات النادي الاهلي. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه معتز المدرب طموح، لعب لاعب لنادي سموحه ولعب للاولمبي وحصل على اول دوري وكاس مواليد 2004 في الناشئات، مدرب طموح جدا عمل توليفه حلوه هذا الموسم مع لاعبات سموحه معتز مصطفى سواء هو او سامح من الاثنين اللي عملوا شغل كويس. سامح برضو كان من اللاعبين المميزين لنادي سبورتنج وسموحه. 11-9 هي النتيجة. هنعمل تكتيك بشكل واحد هنشوف ايه اللي عايز يعمله. هتلعب نور عصام الكورة عايز ياخد وقته في الهجمة، ده أول حاجة قالها. في المقابل عادل قال عايزين نقفل على الدايرة على شهد، هنتابع تقطع تنزل على الدايرة بقى في زيادة عدد دلوقتي ليه سموحة بقطع الجناح ترجع مرة ثانية عايز تلعب الكورة وترجع مكانها بسرعة عشان يبقى فيه لنور التصويب ولكن تروح سهلة قوي الفرح فرح الشاذلي تلعب الكرة طول لرحمة. رحمة صانعة الألعاب عملت هدف حلو قوي الأخير يا ولد على المهارة يا ولد على المهارة تستلم الكرة حلوة قوي رحمة وتحرز الهدف. رحمة رائعة بمجهود فردي ترد عليها لوجي لكن تاخد رمية حر لو جت الكرة في الإعادة استلمت الكرة من عند فرح من عند مرمى النادي الأهلي وكملت بالكرة الى التصويب والخداع. حلو قوي حلو قوي. 12-9 فرق 3 اهداف. لوجي انجي حسن نادين مرة تانية عايزة تعدي تسحب لها الملعب كويس قوي وتروح عند انجي اللي عايزة تعدي مرة فردية انجي هي عندها الحتة دي عندها الحتة دي انجي اختراق وتصويب والاختراق من الباك العكسي بايديها اليمين. الاء صابر بتحاول تقف قدامها طبعا في الكره اللي فاتت. الاء لاعبه مجتهده جدا ده عطاء دفاعي رائع. مره ثانيه نور تلعب الكره حلوه قوي من بعيد لوجي على التصويبه القويه في الزاويه 90 اليمين لا تصد لا ترد قويه الكره بجد من لوجي
تطلع من اعلى نقطه على يمين يا ولد. كره حلوه 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 قوي قوي. الكادر ده بيجيب بالتصويب وشكل الدفاع اللي اخترقوا التصويب. 12 10 رانا راضي دونجو كامارا. الدولية السنغالية كان ليها رحلة في فرنسا مهمة قوي قبل ما تلعب النادي الاهلي. رانا راضي تلعب الكرة مرة تانية لرحمة صانعة الألعاب تجاز رانا راضي اللي عايزة تشوط الكرة مرة تانية. دونجو تلعب الكرة حلوة قوي في الجناح وتلعب الكرة رائعة. تلعب الكرة حلوة قوي من الجناح اليمين وتحرز الهدف للنادي الاهلي. نوال خليل رائعة لعبت مع منتخب الشابات مواليد 2004 مواليد 2005. نوال مرة تانية تلعب يا ولد يا ولد يا فرح يا ولد يا فرح فرح الشاذلي وتروح الكرة يا ولد يا ولد. ليلى ليلى في انفراد يا ولكن الحكاية بدأت من عند فرح الشاذلي اللي بتترجمها بالفعالية ليلى بطريقة هايلة. 14 10 بص هنا بقى الحارس وبص سرعة الكرة. لو جت الكرة في التصدي تصدت الكرة أو انفراد تام من الزوز أهو شالت الكرة كويس قوي الشاذلي تتنقل على طول بتمريرة رائعة من آلاء لليلى اللي تلعب الكرة هايلة 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 أهو كرة حلوة قوي وتحرز الهدف وينتهي الشوط الأول بفارق الأربع أهداف لصالح لاعبات النادي الأهلي في سرعة قوية جدا في المجمعة الختامية الثانية لبطولة عمومي السيدات موسم 2023-2024 لكرة اليد النسائية. عموما هنروح إلى استراحة قصيرة ثم نعود ونلقاكم مع أحداث الشوط الثاني المثير والممتع. لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا إلى اللقاء. افريقيا مسيح بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى وأحداث لقاء الأهلي وسموحة في ختام عمومي السيدات والمجمعة الثانية اللي بيستضيفها النادي الأهلي واللي الشوط الأول نهى النادي الأهلي بفارق أربع أهداف لصالحه في الشوط الأول 14 10 بعد مباراة تميز فيها جدا الحارستان سواء للنادي الأهلي فرح الشاذلي أو موني اللي قدام حضراتكم أمنية خالد اللي عملت لقاء كويس قوي إلى الآن لحراسة المرمى في نادي سموحة. السرعة اللي بيتميز بيها النادي الأهلي على فترات ومحمد عادل خد وقت مستقطع بعد ما الفارق كان 9-7 وبدأ يزود من فعالية السرعة والضغط الهجومي على دفاعات نادي سموحة اللي معتز النهاردة عمل طريقة تانية خالص لسموحة. معتز مصطفى قلت حضراتكم مدرب طموح جدا طلع الدفاع لبره شويه كده خلى الدفاع ما يلعبش على الستة متر الاول خلاه 3-2-1 الباكين على التسعة متر او اتنين لاعبات على التسعة متر بتقابل مفاتيح اللعب للنادي الاهلي مع تميز الحارسه اللي بتاخد الكرات اللي تعدي من الدفاعات. هو ده الميزه المهمه جدا اللي عملتها موني في الشوط الاول. في المقابل دفاع النادي الاهلي قافل تماما على التصويب ولكن المميزه في التصويب الخط الخلفي لوجين اسامه اللي عامله مباراه كويسه قوي بالباك الشمال قفلوا عليها الدفاعات شاطت كل الكرات تقريبا نسبه النجاح بتاعتها 80%. الكورتين اللي ضيعتهم الكورتين اللي جم في العرض ولكن في المقابل كمان فرح الشاذلي لحارسة المرمى عملت شوط اول اكتر من رائع في تصديات مهمه جدا بانفرادات هي اللي كانت دايما بتؤثر على اول ما سموحه يقرب من التعادل او يقرب من النتيجه فرح الشاذلي بتعمل حاجه مفيده تماما تماما وبتتصدى للكوره بهدف اكيد 100% وبتتنقل الكوره للنادي الاهلي. ده الشكل والمضمون كان في اول 30 دقيقه. سلامات قدام حضراتكم روان سعيد اللي اتصابت في الشوط الاول. روان سلامات روان هتكمل اللقاء طبعا مع زميلاتها في النادي الاهلي ولكن بدون ما تشارك في اللقاء. تمرير اسراء صانعة الالعاب رحمة
اللي خدت دلوقتي مسؤولية الباك الشمال وإسراء صانعة ألعاب. دونجو كامارا باك يمين. تمرير خط خلفي. ليلى تطلع من على الدايرة تلعب الكرة عند دونجو كامارا الدولية السنغالية. تلعب الكرة عند إسراء عايزة تعدي عند رحمة. رحمة تعدي رحمة كويس قوي وتحرز الهدف. رحمة بقول لحضراتكم لاعبة مميزة جدا بمهارة فردية. الشوط الأول عملت هدف رائع وش كده انها تلعب الكرة من دونجو كامارا وهي كملت الكرة حلوة قوي على المر. فعات اتفتحت تماما واخترقت كويس قوي. 15-10 أول هدف في الشوط الثاني للنادي الأهلي. انجي اللي تلعب الكرة للوجي. نادين حبيبة اللي خدت المسؤولية. نادين لعبت على الشوط الأول لكن تاخد رمية حرة. انجي لعبة عندها القوة في الاختراقات بطريقة رائعة. انجي نور عصام. نور تلعب الكرة لانجي تطلع من على الجناح ترجع مرة تانية عند رزان جمال. انجي تلعب الكرة لنور تلعب الكرة لانجي اللي عايزة تعادل لكن تقف قدامها كويس قوي نصر عيد تعمل معاها فاول تاخد مسؤولية دفاعية. نصر ليلى عايزة تعدي تعدي حلوة قوي لوجي وتشوت الكرة من بعيد لوجي لكن تاخد رمية حرة. شاطت الكرة قوية على شمال منا اللي بدأت تاخد المسؤولية في الشوط التالي. لوجي تشوت الكرة ولكن تتصدى حلوة قوي منا بتشيل الكرة حلوة قوي منا سايد ترجع مرة تانية. دونجو تلعب الكرة حلوة قوي لإسراء ولكن تتصدى موني ورمية جزائية. بص هنا موني بتعمل دورها بتعمل دورها كويس قوي لكن بتتصدى للكرة وفي رمية جزائية. ادي اسراء اخترقت كويس قوي. ادي يا ولد يا ولد موني ريفلكس عالي قوي سرعة رد الفعل تمنع فعل تمنع هدف طبعا وتشوت امينو وتحرز الهدف. امينة عاطف مواليد 95 كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر للسيدات تلعب الكرة حلوة قوي وتحرز الهدف. تتقدم للعبات النادي الاهلي 16-10. لوجي القرش تقطع من على الجناح تلعب الكرة مرة تانية لانجي عايزة تعدي لوجي يا ولد تلعب الكرة مرة كده للقرش لكن الحكم بيقول انها لمست خط الستة متر وطلعت ده معنى العلامة اللي عملها. مرة تانية اسراء بتعدي حلوة قوي اسراء وتحرز الهدف. اسراء 17-10 ترجع مرة تانية على الدايرة لكن تغطية دفاعية كويسة قوي من رحمة تعمل معاه رمية حرة مع شاه في الكرة اللي فاتت. هي وآلاء عملوا تغطية كويسة قوي. آلاء صابر نور تلعب الكرة لإنجي اللي عايزة تدخل إنجي لكن تاخد رمية حرة. هنا ليه الحكم أخر صفارته عشان لو شاطت الكرة تاخد رمية جزائية. شاه نور قطعت القرش من على الجناح ترجع مرة تانية ليه شهد اللي تسيب الكرة لإنجي طالعين مان تو مان على لوجي عنصر القوة في سموحة والتصويب من الخط الخلفي بيرجع الدفاع هشام باسم وعلي كامل وبيقول تلعب الكرة من مكان إشارة تحذير باللعب السلبي. إنجي عايزة تعدي تعدي كويس قوي تلعب الكرة حلوة نور لكن تتصدى الحارسة منى سيد بتشيل الكرة كويس قوي تلعب الكرة حلوة قوي ليلى اللي ترجم التصدي لمنى بهدف رائع. ليلى تتقدم لاعبات النادي الاهلي 18-10 اربع اهداف في الشوط الثاني للاعبات النادي الاهلي متتالية ولا هدف لسموحة الى الان في الشوط الثاني. 18-10 تمرير نور خط خلفي عايزه تعدي نور لكن في ايقاف مؤقت دقيقتين بتاخده نصر عيد. نصر تاخد ايقاف مؤقت دقيقتين في الكره اللي فاتت اللي اخترقت كويس قوي نور زياده عدديه
مرة تانية تمرير، رمية حرة، وقفت قدامها آلاء في الكرة اللي فاتت، آلاء عشان ما تخليهاش تشوط على المرمى. تمرير، تلعب الكرة حلوة قوي لإنجي، قافل دفاع النادي الأهلي على الاختراق والتصويب، ولكن إنجي عايزة تعدي، لكن بتعمل هايلة هايلة ليلى، بتعمل خط عرض دفاعي رائع في الكرة اللي فاتت. مرة تانية تمرير، وتروح وتبقى رامي الجانب، تتصدى منها ولكن تبقى رامي الجانب. شهد تنزل على مستوى صانعة الألعاب، ياسمين وليد، تمرير لإنجي لياسمين، ياسمين عايزة تعدي ياسمين، لكن تاخد رمية حرة، دفاع بقوة من ليلى على ياسمين. ياسمين لعيبة تلعب في أي مركز، أوه لكن منا سيد تتصدى الانفراد، مواليد 2002 منا، لعبت منتخب مصر للسيدات ولعبت مع عالم الناشئات في منتخب 2002، بتشيل الانفراد كويس قوي منا. 18-10 نادين طلع دفاع لبره كده على العشرة متر، نادين خط خلفي عايزه تعدي دونجو كامارا، لكن تقابلها كويس قوي وتعمل معاه رميه حره. ياسمين وليد مره ثانيه، القرش عايزه تعدي لكن تاخد رميه حره، تغطيه دفاعيه كويسه قوي في الكره اللي فاتت من ياسمين وليد على اسراء، كانت عايزه تخترق كده اسراء في الكره اللي فاتت. دونجو رامي جانب، تروح لسموحة، ياسمين تلعب الكرة حلوة قوي لشهد اللي بتجري وعايزة تعدي، وهي اللي تعدي يا ولد يا ولد، هي اللي تعدي، ولكن بص شوف منا انفراد تام بالمرمى، ادي الكرة وثبات عالي، ثبات عالي قوي، وتاخد رمية جزائية من على الدايرة في الكرة اللي فاتت. نصرة 18-10 ادي الكوره، اتلعبت لها حلو قوي من رحمه، استلمتها كويس قوي نصر عيد. اول مشوار ليها كان منتخب مصر اول للسيدات في الاردن، بطولة الوديه الدوليه. موني تتصدى للرميه الجزائيه من امينه، تروح مره ثانيه ياسمين تلعب الكوره عند انجي، وتحرز الهدف للموج الازرق، اول هدف سموحه في الشوط الثاني بعد 7 دقائق وثواني. 18-11 من الباك اليمين، شاطتها كويس قوي انجي حسن. مرة تانية تمرير، خط خلفي رحمة، اربع خطوات تتنقل على طول لسموحة للقرش اللي عايزة تعدي في انفراد بالكرة وتعمل خطورة، تستلم الكرة حلوة قوي وتحرز الهدف القرش. 18-12 استلمت الكرة، لو جت الكرة في العادة عملت سرعة عالية قوي. نادين أحمد استلمت الكرة كويس قوي، إصرار وغيرت اتجاهها مع دونجو كامارا، ولعبت الكرة بعيدة عن منا، وتتصدى موني أثناء الإعادة لإسراء، شالت الكرة حلوة قوي اللي فاتت موني. 18-12 معتز زينب بيلوم على الهادي طبعا، ان هو عارف ان هو عايز، عنده لسه ماتشين مهمين في نفس الوقت، هو عايز يقرب للنتيجه. تمرير ياسمين وليد، خط خلفي سما يامن، سما تعدي حلو قوي ياسمين، تاخد رميه حره، رميه حره مرة تانية سما، مواليد 2006 سما، تطلع من على الدايرة وتسيب الكرة كويس قوي، أمال سعيد لسما اللي عايزة تعدي، ترجع مرة تانية لسما، سما عايزة تروح، سما تاخد رمية جزائية بمهارة فردية، سما
في اول اختراقاتها واول تصويباتها عملت الكره حلوه قوي، او اخترقت كويس قوي، وتحرز رميه جزائيه، تاخد رميه جزائيه دفاعات من داخل الستة متر. لوجي هي اللي هتشوط رميه جزائيه على منا. مباراه فرديه ما بين منا سيد وما بين لوجي، لوجي ومنا سيد، لوجي تهوش مره واثنين وتحرز الهدف لسموحه. 18 13 فارق خمس اهداف لصالح لاعبات النادي الاهلي. دونجو، اسراء، رحمه. بص حضرتك كنا بقى دفاع سموحه طالع فين؟ طالع 3 3 ثلاث لاعبات بره ال 9 متر قدام ثلاث لاعبات من النادي الاهلي. هنا بقى المهاره الفرديه لدونجو، اسهين غاليه بتعدي كويس قوي. دونجو كامارا عندها مهاره، عندها قوه تصويب، لاعبه قويه جدا. دونجو كامارا مواليد 95، لعبت مع منتخب السنغال في بطوله افريقيا الاخيره. دونجو كامارا لعبت في فلوريوري في فرنسا قبل ما تلعب للنادي الاهلي. رنا راضي للرميه الجزائيه، هتشوط هي وموني، تهوش اول مره وتحرز في ثاني مره. رنا راضي 19 النادي الاهلي 13 سموحه. 10 دقائق وثواني من احداث الشوط الثاني واللقاء في المجمعه الثانيه والختاميه لتحديد بطل عمومي السيدات هذا الموسم في عالم السيدات لبنات المصريين. مره ثانيه عايزه تعدي سما، لكن تاخد رميه حره. تمرير ياسمين، تطلع من على الدايره عشان تفك الدفاعات امال سعيد، ولكن تتقطع للاعبات النادي الاهلي اللي عايزه تقطع الكوره يا ولد، وتعدي كويس قوي. انجي، انجي حسن بتعدي كويس قوي وبتعمل مجهود فردي، تقطع تلعب الكوره وتجري تجيب الكوره، مهمه قوي، بتعمل الحاجتين مع بعض. مرة تانية تمرير، خط خلفي، عايزة تعدي رحمة، تلعب الكرة عند إسراء. دونجو كامارا عايزة تعدي إسراء وتلعب الكرة وبيدي تحت فرصة وتروح مرة تانية لسموحة. ياسمين تلعب الكرة لإنجي، لياسمين، ياسمين تلعب الكرة حلوة قوي عند نادين القرشو، وتقلص الفارق نادين من الجناح الشمال. استلمت الكرة حلوة قوي، ادي الكرة في العادة رائعة، ياسمين رزعت الكرة حلوة قوي، حلوة قوي قوي. هنا بقى صانعة الألعاب لما تكون أحد الأسباب في التمرير، التمرير بيبقى شكل خطير جدا 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 من صانعة الألعاب. رحمة بدأ الروح والطموح للاعبات سموحة. استفاقة ورجوع بعد صيام عن التهديف لسبع دقائق تقريبا في الشوط الثاني. تاخد رمية حرة، رمية حرة. ترجع مرة، يا ولد يا ولد، هنا بقى المهارة عايزة مهارة. تلعب الكرة حلوة قوي رحمة وتعدي بقوة رائعة، تحرز الهدف للاعبات النادي الاهلي 2014. مرة تانية انجي عايزة تعدي، تاخد رمية حرة. سما يامن، عايزة تعدي لكن تاخد رمية حرة. سما، سما وتلعب الكرة حلوة قوي، بتعدي كويس قوي سما وتحرز الهدف، رائعة. 20-15 رجلي لاعبات النادي الاهلي. موني تلعب الكرة يا من الجناح للجناح وبنجاح، وتلعب الكرة حلوة قوي في الجناح العكسي اللي بتحرز الهدف فرح حازم.
حلو قوي الكوره من تمريره الجناحين وترد هنا عليها على طول. يا ولد ادي حسن تحرز الهدف مره تانية وتصد المره دي موني، وتصد المره دي موني. ياسمين تلعب الكره لانجي اللي خد القرارين، لكن تلعب الكره في الجناح اليمين لسموحه ويقلصنا على الفارق الاربع اهداف. استلمت الكره حلوه قوي من الجناح رزان جمال مواليد 2004، استلمت الكره من الجناح اليمين يقلصنا على الفارق بعد ما الفارق وصل 8 اهداف للاعبات النادي الاهلي 21-17. تمرير خط خلفي دفاع سموحة اتغير تماما مع بداية الشوط الثاني. دونجو تلعب كرة حلوة قوي الإسراع على الدابة لكن رامية حرة. واحد وعشرين سبعتاشر مرة تانية تمرير خط خلفي عايزة تعدي رحمة تلعب كرة الإسراء طلع البرة نديم تلعب كرة دونجو لكن تتصدى لها موني، تتصدى لها موني كويس قوي في الكره اللي فاتت. تجري مره ثانيه لسموح اللي عايز تلعب الكره على الدايره لكن تاخد رميه حره. ياسمين كان عايز تلعب الكره اللي فاتت بتمريره كده لامال سعيد، ادي الكره اللي تصدت لها حلوه قوي من التصويبه القويه جدا من السنغاليه لكن شالت لها الكره حلوه قوي. تمرير ياسمين انجي عايزة تعدي تلعب الكرة حلوة يا ولد تاخد رمية جزائية لا في فعالية هنا عملها معتز بنزول سما يامن وامال سعيد سواء صانعة الالعاب او لاعبة الدايرة الاثنين عملوا فعالية حلوة قوي تاخد ايقاف مؤقت دقيقتين. شاهد الشوارب ادي الكرة اللي عدت كويس قوي من شاهد خدت ايقاف دقيقتين سما يامن هتشوط توجي رمية جزائية مع منة سيد مباراة فردية وتنجح المرة دي لوجي وتقلص الفارق لثلاث أهداف للموج الأزرق 21 الأهلي 18 سموحة بعد 16 دقيقة وثواني من أحداث الشوط الثاني. تمرير مرة ثانية خط خلفي رحمة تقاطع بتحجز لها كويس قوي دونجو كمارا ولكن في مهاره في مهاره لموني بتشيل الكره حلوه قوي. تمرير رحمه رحمه في الباك الشمال تلعب الكره لاسراء كصانعة العاب بتعدي بالمهاره تلعب الكره للدايره ولكن دفاعات هايله خط عرضي دفاعي من ثلاث لاعبات ياسمين هي وسام يامن مره تانية اسراء تشوت الكره لكن تتصدى موني وايقاف مؤقت دقيقتين بتاخده امال سعيد هي اللي بتاخد ايقاف مؤقت دقيقتين. راح يطلع كويس قوي هنا موني قوي للكره اللي فاتت حارسه المرمى من الاسباب الرئيسيه لوصولهم دول الاربعه الكبار موني عملت مباراه عاليه قوي الريمونتادا العاليه لكرات غاليه خصوصا في الدور الثاني تهوش اول مره رنا راضي وتحرز الهدف رنا راضي 22 الاهلي 18 سموحه 17 دقيقه وثواني من الشوط الثاني. تمرير خط خلفي مرة تانية ياسمين وليد تلعب الكرة حلوة قوي عند انجي يا ولد تلعب الكرة في زاوية صعبة يا ولد يا ولد ولكن مش مستحيلة تلعب الكرة جميلة حلوة حلوة استلم كويس قوي رزان جمال الكرة من زاوية صعبة ولكن مش مستحيلة تلعب الكرة حلوة قوي من التمرير اللي عملتها لها حلوة انجي 22-19 عايزه تعدي دونجو تلعب الكره عند رحمه
صاحبة مهارة تقف قدامها تعمل معاها رمية حرة. شادي حسام تمرير الخط الخلفي مرة تانية. دونجو إسراء عايزة تعدي لكن قافل دفاعات سموحة تماما، قافل في الكرات اللي فاتت تماما، عندهم نقص عددي. إشارة تحذير باللعب السلبي. إسراء إسراء عندها مساحة تقدر تلعب الكرة حلوة قوي قوي. المينو يا ولد بتطير حلوة قوي كابتن النادي الأهلي أمينة عاطف، وتلعب الكرة في الزاوية القريبة لأمنية خالد. لعبتها لها بالزاوية 90 على شمالها حلوة قوي يا ولد، ضايف كده بتطير كأنها ضايف كده من ورايا، ضايف كده انها بتلعب كرة طايرة او حمام سباحة بتنط كده بشكل في مرونة رائعة قوي. 23-19 مرة تانية. تمرير زولا بيكلم الدفاع عايزهم يطلعوا لبره على 9 متر عشان يوقفوا التمريرات اللي بيعمل بيها فعالية سموحة في الأوقات اللي فاتت دي كلها. مرة تانية ياسمين تلعب الكرة حلوة قوي، تلعب الكرة من بعيد. يا لا 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 سما سما يامن عملتها حلوة قوي. سما يامن لعبت الكرة رائعة رائعة رائعة. سما يامن رائعة، مواليد 2006 سما يامن. في الزاوية الأرضية لمنة سيد طالعة القرش البرة. بصينا بقى الدفاع 3-2-1، 2 على 9 متر ياسمين وانجي، واللي برة خالص على ال 12 متر هي نديم تلعب الكرة في الجناح. ليموني قافل دفاعات سموحة، هتتقطع الكرة، كانت هتقطع الكرة لكن تاخدها وتكمل إسراء. الكرة اللي فاتت كان عايزة تقطعها نديم معتز المدرب الطموح، فين هيروح بعد العودة للأربعة الكبار في عالم السيدات. دونجو تلعب الكرة حلوة يا ولد يا ولد، ليلى بطريقة هايلة. شوف الكرة دي في العادة بقى، شوف ازاي استلمت الكرة تحت الدفاعات ولفت وعملت خطورة. يجري مرة تانية ياسمين يرد سموحة بسرعة عالية قوي عن طريق ياسمين وليد، تحرز الهدف ياسمين وليد. لاعبة جوكر بتلعب في أي مركز في الخط الخلفي، كملت المشوار كملت المشوار كويس قوي. أبص هنا بقى الكورة يا ولد على الكادر ده، استلمت الكورة لعبت الكورة بإيدها الشمال، هي ما بتلعبش بإيدها الشمال ولكن الضرورة تعمل خطورة، ده عنوان الكورة. 24-21 مرة تانية، عايزة تعدي على الدائرة لليلى اللي تستلم الكورة بطريقة هايلة للمرة التانية، بس المرة دي بقى نقلت الكورة من الشمال لليمين، شاطت الكورة بطبيعتها بإيديها اليمين، تحرز الهدف للاعبات النادي الاهلي. مره تانية عايزه تشوت ياسمين لكن تتصدى فرح الشاذلي. 25-21 بتشيل الكره كويس قوي فرح، هتغير اشرف عواض بيقول لها على النتيجه كابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز للنادي الاهلي بيتابع اللقاء. تمرير مرة تانية عايزة تعدي رحمة، تلعب الكرة حلوة قوي لدونجو كامارا السنغالية، القوة والمهارة القوة والمهارة. دونجو كامارا بتعدي بقوة، لو جات الكرة في العادة في حاجة مميزة قوي لدونجو كامارا عملتها في الكرة اللي فاتت. 26-21 أول ما تيجي الكرة هقول لحضراتكم أدي الكرة. بص لما استلمت الكرة اهي هتشوط الكرة بإيدها، إيه بقى؟ إيدها الشمال خدت الكرة، هي مش بتلعب بالشمال ولكن عندها ميزه بقى بتلعب بايديها الاثنين. دونجو كامارا عندها قوه ومهاره. 26-21 مره ثانيه تلعب حلوه قوي يا ولد يا ولد، وتاخد رميه جزائيه وايقاف مؤقت دقيقتين، ايقاف مؤقت دقيقتين، بتاخد رميه جزائيه فرح حازم بتاخد ايقاف مؤقت. ادي الكره اللي فاتت عادي كويس قوي انجي حسن، هتشوط لوجي مع فرح وتحرز على يمين فرح. لوجي لوجين أسامة تلعب الكرة حلوة قوي، لوجين لاعبة مميزة حصلت على بطولة أفريقيا للناشئات والشابات مع 2004 ومع 2002، لعبت بطولة العالم مع الاثنين حصلت على سابع العالم. مرة تانية من لكن تاخد رمية حرة
عاملة وجهة نظري انجي حسن عاملة مباراة كبيرة قوي في الباك اليمين، بتلعب بايدها اليمين في الباك اليمين، ده عكس المعروف طبعا دايما الباك اليمين يلعب بايد شمال. رمية حرة، معتز عايز فاول على دونجو ولكن بياخد عادل، بياخد زولا. الوقت المستقطع في الدقيقة 23 53 ثانية تقريبا من الشوط الثاني عشان يدي التعليمات للاعبات النادي الاهلي هو اشرف عواد، نتابع مع بعض هيقول ايه ومعتز وسامي هيقولوا للاعبات سموحة. روح اشتغلي على العارضه القريبه، ليلى لازم تظهري لها، حطي اتنين في ظهرك، اسراء هتحط اتنين في ظهرها، هتنطي يا ليلى يا اسراء يا دودو، ما تشوفيش الكوره، انا ناقص لسه فاضل لي دقيقه و16 ثانيه واكمل، مش عايز الكوره فيه فاول، ما تطلعيش الكوره فيه فاول، طلعي الكوره اللي مستحيله ليه؟ امن الباص، امن الباص، يلا. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه زولا، له مشوار مع النادي الاهلي كلاعب وفي التدريب طبعا مع عالم السيدات منذ توليه المسؤوليه في الموسم الماضي وعوده البطوله للنادي الاهلي، والنادي طبعا كان على مستوى الصداره في عالم السيدات باستمرار. نادي الجزيره خد بطولتين متتاليتين ولكن عالم كبير قوي عالم السيدات، هنقوله بالتفصيل في البطوله. هذه الكرة اللي عدت دونجو كمارا عايزة تعدي لكن تقف قدامها كويس قوي، تعمل مع رمية حرة حبيبة 26 23 مرة تانية كانت عايزة تعدي إسراء وتلعب الكرة على الدايرة هايلة يا 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 ورمية جزائية. يا بني بتنهي الفعلية لكن إيقاف مؤقت دقيقتين، إيقاف مؤقت دقيقتين من الحكمين، الاثنين خدوا قرار مع بعض الاثنين قرار سليم، دفاع بقوة من على الدايرة على ليلى، لعبها هايله ليلى. ادي الاستلام بقول لحضراتكم مباراه فرديه، هتشوط رنا راضي على موني، ادي لازان التصويب وتحرز الهدف رنا راضي، تحرز الهدف رنا للنادي الاهلي. لعبت الكره كده بذكاء مع حارسه المرمى، استنت عليها كده ولعبت الكره مع رجليها الثابته الشمال رنا راضي، احدى اللاعبات المميزات طبعا رنا للنادي الاهلي، لعبت مع منتخب السيدات ولا زالت تلعب مع منتخب السيدات، لعبت افريقيا، شاركت مع منتخب 2000 في بطوله افريقيا. مره ثانيه تروح الكوره لسموحه، الموج الازرق 27 23 فرق اربع اهداف، ترجع مره ثانيه عايزه تعدي سما يامن، تسيب الكوره عند الزوز يا ياسمين وتاخد رميه جزائيه، ياسمين تاخد رمية جزائية مع إسراء اللي دخلت جوه الستة متر، كملت معاها الدفاع جوه الستة متر. ادي الكرة لياسمين تقف قدامي، عايز تاخد منها فاول مهاجم، لا هنا مش فاول مهاجم، ليه؟ حلو قوي الكادر ده، عشان هي قطعت من جوه الستة متر، الإعادة هنا بتعمل للرمية الجزائية، قرار سليم جدا من الحكم، دخول بقوة معناها ثبات المدافع. انجي وتشوط الكرة قوية قوي يا ولد، بتشوت الكرة لوجي حلوة 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 لوجي وتحرز الهدف 27 24. المرة اللي فاتت لعبت الكرة على يمينها في الزاوية الأرضية، المرة دي لعبت الكرة على شمالها في الزاوية 90، يعني في المقص الشمال، اختلفت الزوايا، هنا الحكاية 27 24 تمرير دونجو كامارا، رحمة خدت مسؤولية الباك اليمين، بص هنا بقى دونجو كامارا تلعب الكرة بإيدها اليمين، حضرتك تلعب بإيديها الاثنين، عايزة تعدي إسراء. تلعب الكرة على الدايرة الليلة، يا سلام يا سلام يا ليلى، يا سلام يا ليلى، هايلة ليلى هايلة. تستلم الكرة حلوة أوي بإيد واحدة وتلف كويس أوي، ياسمين تلعب الكرة لكن تاخد رمية حارة. بس استلام الكرة رائع رائع، تاخد الكرة بإيدها الشمال وتلف وتشوف كمان فين خط الستة متر. هنا بقى اللعيبة اللي عندها توازن انفعالي مع استلام الكرة. تمرير خط خلفي عايزه تعدي، تلعب الكرة حلوه قوي لانجي اللي تلعب الكرة لكن ما فيهاش حاجه، تبقى رميه مرمى، ما اداش رميه جزائيه المره دي. مجهود كبير عاملاه انجي حقيقي يعني لسموحه في لقاء اليوم في الباك اليمين.
مع وجود الاصابات اربع خطوات. بيحاول لاعبي سموحه الرجوع لنقطه البدايه والتعادل. حبيبه تلعب الكره عند ياسمين لحبيبه لبيبو اللي عايزه تعدي تلعب الكره حلوه يا حلوه قوي التمريره دي في وسط الدفاعات عملتها حلوه قوي. حبيبه اللي استلم الكره كويس قوي شهد وتحرز الهدف. ادي الزوز استلمت الكره حلوه قوي لكن التمريره اللي عملت خطوره. هنا بقى اللعيبه اللي عندها التمرير الخطير. الدفاع المتقدم لسموح قدام حضراتكم 3-3 بطول الملعب تقريبا لغايه 18 متر كده. مره تانية دونجو كامارا بتعدي بالقوه ومهاره. دونجو كامارا بتشوت الكره حلوه قوي الدوليه السنغاليه 29-25. مره تانية ياسمين تلعب الكره عند انجي اللي عايزه تعدي انجي وتعدي كويس قوي يا انجي. بقول لحضراتكم عامله مباراه رائعه. انجي حسن عامله اداء حسن رائع 29-26. يعتمد عليها معتز تماما في الباك اليمين بتلعب بايدها اليمين في الباك اليمين وعامله فعاليه عاليه قوي. تروح الكره لسموحه اللي عايزه تنقل الكره شهد. انجي تلعب الكره عند ياسمين اللي بتقف قدامه كويس قوي. موني ترجع مره تانية. ياسمين تلعب الكره لانجي اللي عايزه تعدي لكن تقف مع الكره تروح في الجناح عند القرش لكن لمست خط الستة متر. 29-26. معتز بيتكلم مع الحكم بيقول له انها عدت دخلت جوه الستة متر وطلعت تاني عشان كده وحسب فاول مهاجم عليه. حاولت تقطع الكره اللي فاتت وبياخد الوقت المستقطع محمد عادل عشان يدي التعليمات بعد 28 دقيقه وثواني من احداث الشوط الثاني والتقدم للاعبات النادي الاهلي 29-26. تابع مع بعض هيقول ايه للاعباته عادل وعوض. عامل 10 ناحيه الرايت عامل 10 الدفاع ده شهد كمان بس ولا ده بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه زولا 29-26 لصالح لاعبات النادي الاهلي. نادي الاهلي في عام 79 على مستوى عالم السيدات بالتحديد هنا في قاهره المعز في 2-6 يناير عام 79 شارك في بطوله افريقيا لابطال الدوري للسيدات وفاز بالبطوله دي النادي الاهلي بالمناسبه مع جراس همبروز اناجري. كانت المباراه كانت عاليه قوي. مره ثانيه تتنقل كوره غاليه يا موني بتشيل انفراد تام بالمرمى تتنقل على طول لسموحه مره ثانيه تروح في الجناح رايحه في انفراد تام. فرح فروحه مربوحه في التصدي في الكوره اللي فاتت. فرح الشاذلي بتشيل الكوره حلوه قوي. ادي الكوره في الانفراد من رحمه. بص ادي الحارس تميز. ادي موني عملت دورها وهنا فرح الشاذلي نهت امورها بتصدي للكوره. تمرير مره ثانيه دونجو كامارا عايزه تعمل خطوره. دونجو كامارا تاخد رميه حره. الحكم بيقول لها تلعب الكوره من مكانها. ادي الكوره اللي راحت. بص هنا فرح الشاذلي في الاعاده. يا ولد انفراد تام. يا ولد ريفلكس عالي قوي. سرعة رد فعل رائعة من الحارس. مرة تانية تشوت الكرة برة تروح. لانجي اللي عايزة تعدي تعمل أربع خطوات تلعب على طول. فرح تتنقل مرة تانية في الجناح الشمال لليلى اللي تستلم الكرة ليلى ولكن تبقى رامية مرة تتنقل لموني. ليه تجري موني؟ موني عايزه تقلص فارق الاهداف هيفرق معاهم طبعا في حاله التوازي في النقاط مع اي فرق.
ياسمين على مالوم. خلاص اخر الثواني ويوقف الفرقتين وكل روح رياضيه. بينتهي اللقاء لصالح النادي الاهلي 29-26، وبيحصلنا لاعبات النادي الاهلي على 3 نقاط في مشوارهم لبطوله عالم السيدات وتصدرهن للبطوله في بدايه المرحله الثانيه ونهايه المرحله الاولى الختاميه والمجمعه الاولى، وبتصدرهم باللقاء ده في المجمعه الثانيه ب3 نقاط. بقى عندهم 18 نقطة، سموحة يظل رصيده 6 نقاط، وفي المركز الثالث قبل لقاءات اليوم مع الشمس في المركز الثاني والزمالك في المركز الرابع. مبروك النادي الأهلي، مبروك زولا، مبروك أشرف عواض، مبروك كابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز، مبروك جميع اللاعبات في لقاء قوي عملوه فعلا بقوة، عندهم إصرار. ولكن لاعبات سموحة هارد لك في أدائهم، هارد لك معتز، هارد لك سامح، هارد لك رهام الإدارية النشطة، وجميع اللاعبات لسموحة اللي عملوا كمان مباراة رائعة أمام لاعبات النادي الأهلي. عموما دائما وأبدا نتابع كل ما هو جديد هنا بالتحديد على قنواتكم المفضلة دائما On Time Sports. إلى أن ألقاكم في مباراة أخرى قادمة، تقبلوا تحياتي، كان معكم خالد خيري، إلى اللقاء.